بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل الدرس في التفسير، وسنتحدث في هذه الدقائق بإذن الله عن ما يتعلق بآيات الصيام في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الصوم أيها الإخوة في اللغة العربية معناها الإمساك، فإذا كان الشخص ممسكاً عن الكلام يطلق عليه صائم، ومن ذلك قول مريم رضي الله عنها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول الشاعر العربي: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما، يعني خيل ممسكة عن الجري وخيل غير ممسكة عن الجري، فيقول: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. والصوم أو شهر رمضان يعتبر أفضل شهور السنة، كما أن أفضل أيام السنة قيل عرفة وقيل يوم النحر، ورمضان قيل أنه سمي بهذا الاسم إما لأن الذنوب فيه ترمض يعني تحرق، أو لأنه شرع في الرمضة، وقيل غير ذلك. والشهر سمي بهذا الاسم، الشهر سمي شهراً لاشتهار دخوله بين الناس، وعدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله. وشهر رمضان يثبت دخوله بشهادة مسلم واحد عدل، أما خروج رمضان فيثبت بشهادة عدلين مسلمين. وحكم صيام رمضان حكم صيام، وتحدث العلماء عن مسألة: هل يصح أن يقول الشخص صيام رمضان، أو لا بد أن يأتي بالمضاف فيقول شهر رمضان وشهر مضاف ورمضان مضاف إليه؟ فمن العلماء من منع أن تقول صوم رمضان، قالوا: لأن رمضان اسم من أسماء الله فلا يصح أن تقول صيام الله. ولكن هذا الحديث، ولكن هذا الكلام الذي قاله بعض أهل العلم مبني على حديث غير صحيح، وهو أن رمضان اسم من أسماء الله، فإذا لم يثبت أن أو يعني أن هذا الاسم، أن رمضان اسم من أسماء الله لم يثبت، فيصح للشخص أن يقول صيام رمضان بدون مضاف، ويصح له أن يأتي بالمضاف فيقول صيام شهر رمضان. وحكم صوم شهر رمضان فرض، وهو ركن من أركان الإسلام، ودليل ذلك ما سمعتم قبل قليل في الآية:
يا أيها الذين آمنوا كتب وكتب فرض. ومن ألفاظ الوجوب كما هو مقرر في علم الأصول أن يقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كتب أو فرض وغير ذلك من ألفاظ الوجوب. كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارع لها سمعك فإما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. ودل على أن رمضان ركن من أركان الإسلام ما صح ما 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 الحديث الذي عند البخاري أن النبي أن حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم، وذكر منها صوم رمضان. واستدل العلماء على أنه يجوز أن يقال صوم رمضان بدون مضاف لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوم رمضان. وتعريف الصوم في الشرع هو الإمساك بنية من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. الصوم في الشريعة هو الإمساك بنية من شخص مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة. الصوم هو الإمساك بنية لأن الصوم عمل والعمل لا بد له من نية، إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويصح للشخص أن ينوي أول الشهر وتكون هذه النية كافية في الشهر كاملة، ويصح أن ينوي كل يوم بيومه. فهو الإمساك بنية من شخص مخصوص، وهو كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خال من الموانع. كل مسلم خرج بذلك الكافر، فالكافر لا يقبل منه الصوم حتى يأتي بالشهادتين والصلاة، لأن الله تعالى قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والكافر لو أسلم مثلا في خمس رمضان العصر ماذا يقال له؟ يقال له أنه يبدأ في صيامه بالنسبة له يبدأ من ستة ولا يقضي ما فاته، لأن الله تعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالصوم يجب على كل مسلم عاقل خرج بذلك المجنون، لأن الصوم لا بد له من نية والمجنون ليس له نية. فالصوم لا يجب على المجنون وقد رفع عنه القلم ولا يخرج عنه إطعام مسكين. وكذلك يلحق بالمجنون المهذري فهو لا يطعم عنه ولا يجب عليه الصوم. فالصوم يجب على كل مسلم عاقل بالغ، والبلوغ يعرف بإحدى العلامات. فمتى ما توفرت إحدى العلامات في الولد أو البنت في الذكر أو الأنثى حكم ببلوغه. فإذا بلغ الولد أو البنت 15 سنة حكم ببلوغه فيجب عليه الصوم. أو أنه نبت الشعر الخشن لا الناعم، لأن الناعم لا عبرة به، نبت الشعر الخشن حول القبل هذا علامة من علامات البلوغ للذكر والأنثى. أو رأى المني أو مع الرجل رأى الولد أو البنت رأوا الماء يقظة أو احتلاما فهذا إحدى علامات البلوغ. والمرأة تزيد شيئا رابعا من العلامات وهي أنه إذا نزلت عليها الدورة الشهرية دم الحيض فيحكم ببلوغها. فلو أن المرأة مثلا أو لو أن المرأة مثلا عمرها 12 سنة ورأت الدورة الشهرية رأت دم الحيض فإنه يحكم ببلوغها ولو كان عمره 12 سنة لأنه توفر فيها علامة من علامات البلوغ. إذن فالصوم يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر خرج بذلك غير القادر. وغير القادر أنواع، فعندنا مثلا إذا عندنا شخص مريض وهذا المريض مرضه يرجى برؤه، فالله تعالى يقول هنا كما سمعتم في الآيات يقول سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا شفاه الله هذا المريض الذي يرجى برؤه فإنه يقضي هذا اليوم. وعندنا مريض مرضا لا يرجى برؤه
وعفوا قبله. وعندنا مريض لو أنه مثلاً صام فإن الصوم يضر بصحته، وقد حكم بهذا الحكم مثلاً طبيب مسلم ثقة، طبيب مسلم فلا يقبل غير المسلم. فإذا حكم طبيب مسلم أن الصوم يضره، مثلاً لو كان مثلاً يعني مثلاً يتناول مسيلات، خاصة من أصيب بالجلطة ويتناول مسيلات تسيل الدم مثلاً، أو مثلاً يكون جسمه مثلاً لو لم يشرب ماء في نهار رمضان فإنه قابل لتجميع الحصى في جسمه، ثم حكم الطبيب المسلم الثقة أنه يفطر في نهار رمضان فإنه يفطر، ثم إذا برئ من هذا المرض فإنه يقضي اليوم الأيام التي أفطر فيها في نهار رمضان. أما إن كان مرضه مرضاً لا يرجى برنا الصلاة والسلام والعافية فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، وهكذا دواليك. فالصوم يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم، خرج بذلك المسافر. فالمسافر لا يجب عليه الصوم، لأن الله تعالى قال أو على سفر، ولم يقيد الله تعالى السفر بكونه فيه مشقة. فالشخص مخير بين الصوم والإفطار حال السفر، فلا بد مثلاً أن يتجاوز المسافر 80 كيلاً، يتجاوز 80 كيلو. إذا تجاوز هذه الكيلوات 80 كيلو تقريباً بكلام أهل العلم، فإنه هنا يترخص برخص السفر من قصر الصلوات ومن الإفطار في رمضان، في نهار رمضان. وهو مخير بين الفطر وبين الصيام. وبعض العلماء يقول إذا كان ما يشق عليه الصوم فهو أفضل أن يصوم لشرف الزمان. والمقصود من هذا أن نعرف أن المسافر إذا كان مسافر وهو صائم فهو مخير بين الفطر وبين الصوم. إذن الصوم يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خالي من الموانع. وهذا الشرط خالي من الموانع خاص بالمرأة. فالمرأة إذا نزلت عليها الدورة الشهرية دم الحيض فإنها لا تصوم، وتحسب الأيام التي أفطرت فيها حال الحيض ثم تقضيها بعد رمضان 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام. هذا هو تعريف الصوم، أنه من شخص مخصوص في وقت مخصوص، يعني من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إذن فالصوم تعريفه في الشرع الإمساك بنية من شخص مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة. الأشياء المخصوصة هي المفطرات، يمسك عنها. والمفطرات هي الأكل والشرب وما في معنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية. أما الإبر التي تكون في العضلات أو في الوريد هذه لا تفطر الصائم. وأيضاً من مفطرات الصائم الجماع، الجماع هذا من مفطرات الصائم وكفارته عظيمة. وكذلك من مفطرات الصائم إنزال المني بشهوة، فهذا من مفطرات الصائم. لكن لو أن الشخص مثلاً احتلم حال صيامه صوم صحيح، احتلم وهو نائم، لكن أنه يخرج الماء الرجل من يخرجه عمداً هذا هو الذي يفطر الصائم. وأيضاً من مفطرات الصائم الحجامة من مفطرات الصائم على الصحيح من أقوال العلماء. وأيضاً من مفطرات الصائم القيء عمداً، يعني استفراغ ما في المعدة عمداً، لكنه لو خرج ما في بطنه استفرغه وهو غير متعمد فهنا لا يفطر وإنما يكمل صومه. لكن إذا أخرج يعني قاء عامداً، يعني استفرغ ما في بطنه عمداً، فهذا من مفطرات الصائم. ومن مفطرات الصائم أيضاً خروج دم الحيض عند المرأة والنفاس عند المرأة، هذا من مفطرات الصائم. فمثلاً لو أن امرأة مثلاً صامت يوم 5 من رمضان وقبل غروب الشمس مثلاً ب10 دقائق نزلت عليها الدورة الشهرية، فإن هذا اليوم يوم 5 لا يحسب لها.
لأنها أصبحت يعني ما تم هذا اليوم، لم تغرب الشمس. ولو أن امرأة مثلا طهرت من الحيض، طهرت قبل الفجر مثلا بخمس دقائق، فإنها تعقد الصوم وتصوم هذا اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد آذان الفجر. ولو أن الرجل مثلا جامع زوجته وانتهى من الجماع مثلا قبل أذان الفجر بخمس دقائق أو عشر دقائق، فإنه يعقد صومه ويصوم ذلك اليوم ولو لم يغتسل من الجنابة إلا بعد أذان الفجر، وهكذا دواليك. والصوم والسواك يستعمل في الصيام، يجوز ذلك كما هو الصحيح من أقوال العلماء السواك. والصوم ورد في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، كما صح في الحديث، من صام رمضان من احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر، كل هذا الحديث في البخاري صحيحة، من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر، من قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيشرع للشخص ويندب له أن يبادر بالطاعة والتوبة إلى الله وكثرة الصدقة على الفقراء والمساكين، ويتلمس المحتاجين خاصة من الأقارب، لأنه إذا تلمس وبحث عن أقاربه فهو يجمع بين الصدقة والصلة، كما كان صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما صح في الحديث قال إنه إذا أصبح ابن آدم تقابل ملكان، قال أحدهم: اللهم أعطِ منفقاً خلفاً، ويقول آخر: اللهم أعطِ ممسكاً تلفاً. والله تعالى يقول: ما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويشرع كذلك صلاة الليل والتراويح مع الإمام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، صح عنه أنه قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. ويشرع له في رمضان الاعتكاف، فهو مجبور على هذا. ويشرع له أيضا أن يتجنب في صومه اللغو والرفث والجماع، فهذا كله محرم عليه. ويندب له أيضا غير الاعتكاف أيضا أن يكثر من قراءة القرآن الكريم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من قال الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فعليه أن يبادر بمثل هذه الأشياء التي يعني ترفع رصيده عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو يعني ما يتعلق بهذه الآيات التي سمعتموها قبل قليل من آيات الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجدام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، نعوذ بك من الهم والغم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.